السلام عليكم. في موضوع حساس جدا لكنه يحتاج ان نتكلم فيه، الا هو موضوع تكلم عن الرقاة، عن مفسري الاحلام، عن القضاة، عن المستشارين الاسريين، عن المحامين، عن كتبة العدل، عن الوسطاء الزواج، عن اي رجل احيانا قد تكون المرأة بحاجة اليه في استشارة، في فتوى، في رقية، في تفسير، في كذا. يحصل من بعض الأخطاء، وبعضهم يحصل ممن هو متلبس بالدين أو متلبس بعلمه أو متلبس بمهنته من أجل أن يصل إلى غايات ومرض نفسي ومرض شهوة في نفسه إلى هذه البنت أو هذه الحرمة أو هذه الفتاة. فالواجب مثل هذا أن مهما يكون يظل رجل أجنبي عنك، لابد أن يكون فيه حدود فيما بينك، لازم تكون الحدود موجودة، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها. فلا بد أن يكون في حدود، ما يكون في خضوع من القول من المرأة للرجل، ولا يكون في الدخول فيما ليس فيه من الرجل هذا مهما كان. يظل الرجل مهما كان صلاحه، لا يخرج الامرأة للشيطان ثالثهما، مهما كان صلاحه فيبقى رجل. لذلك بعض المشاكل حصلت، بعض القضايا حصلت، بعض المصائب حصلت بسبب التساهل بمثل هذا. والله قصده نية شريفة، والله ماني عارف ايش، انا ما قصدي شيء، نيتي صافية، ثم من تبع خطوات الشيطان ثم من يقع الفأس بالرأس. الواجب الحذر وعدم التمادي، ان يكون المقصد اذا كان في تواصل مع مثل هؤلاء المقصد من اجل المقصد، ليس من المقصد شيء. مراقبة الله عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا سد، إلى آخر الآية. فقل يا جماعة، الواحد إذا كان في مكان يتقي الله عز وجل فيه ويصدق الله عز وجل فيه من أجل أن يوفقه الله، وهي كذلك من أجل أن تحصل على توفيق الله عز وجل. فأنا أقول من يعني رأت مثل هذا من بعض الأسماء اللي ذكرت أو بعض الحالات اللي ذكرت، ترى إنه يمثل نفسه، وخطأه إنما يمثل نفسه، وأنت خطأت إنما يمثل نفسك، لا عائلتك ولا قبيلتك ولا مجتمعك ولا حمولتك، ما يمثل إلا نفسك. فلذلك يقول يا جماعة، الواحد يتقي الله عز وجل لنفسه ولا يتساهل، ولا المرأة ما تخضع بالقول، ولا يستدرجها شيطان، ولا يتجه شيطان الذئب هذا المتلبس بمهنته ومتلبس بدينه ومتلبس من أجل الغايات أمراض في نفسه. ذلك علينا مراقبة الله عز وجل. ولا يجوز، ما أحد معصوم من الخطأ، ما أحد معصوم من الفتنة. يوسف عليه السلام استبق الباب، هرب، خاف. لازم الواحد يصير يخاف، ينتبه، يحذر من الشهوات. ما يقول أنا قدها، أنا بجرب، أنا لا، أنا متزوج، أنا محصن. لا يا حبيبي، ما فيه، لا يا أخوي، لا يا أختي، ما يجوز. الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يخلو الرجل امرأة إلا الشيطان ثالثه، ما خلاص انتهى، سواء كان محرم أو سواء كان محصن أو محصن، محصن انتهى خلاص. هذه حدود، حتى لو كان الوقت يسير لا تأمن على نفسك الفتنة، حتى لو كنت دينك وإيمانك لا تتكل عليه، مهما كان علمك لا تتكل عليه، وأنت مهما كنت ورعة، مهما كنت تقية، مهما كان عندك مقصد لا تتكلين عليه. نلجأ إلى الله عز وجل، نتقي الله عز وجل في أنفسنا بأن تحصل لنا العافية، الأمن، السلامة، التوفيق، البركة، حصول المقصد اللي نريده. الله يوفقنا ويكون بكل خير. وكم من مثل هؤلاء يعني متسبين لمهنهم أو متسبين لدين أو من شيء، أضل مرأة وأسقط مرأة وكان سبب في دمار وهلاك مرأة. وكم من مرأة وكم من شابة وكم من بنت كانت سبب في إسقاط مثل هؤلاء الصالحين والدعاة والرقاة والمفسرين والمستشارين والمحامين والقضاة والأطباء، كانت هي سبب مثل شيطان الإنس، كأنها أرسلت عليها، أرادت شيء في نفسها ثم وقع الفأس بالرأس. فلذلك انتبه أن تحمل وزرها أو أنت تحملين وزرها. كلام يطول، كلام حساس جدا، إن شاء الله للمقصد.